على مود أكمل السؤال. نعم. هذه الأشياء اللي تفضلت بها آني واللي ريتها سماحة السيد مقتدى الصدر تفيد الشعب وضر الشعب. الناس تريد الفائدة أكيد. هاي تفيد الشعب 100% وضمن مطالب الشعب والمرجعية. زين إذا مجلس النواب ما يصوت صار مع الشعب ولا ضد الشعب؟ صار ضد الشعب. إذن هذا ممثل للشعب لو صار عدو للشعب. وبالتالي يتصرف سيد الصدر. الشعب يتصرف ويحاصر ومن حقه إنه يرمي كل واحد ضد الشعب في سلة النفايات. ها. نعم. هذا مو شي صعب في كل هاي هي الحرية لو لا هاي الديمقراطية لو لا هاي الديمقراطية.